السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا برنامج اسمه بريكس كاد، هو قريب من الأوتوكاد. أول ما الشاشة بتفتح هتلاقي هنا بيقول لك البروفايل، ابدأ اعمل الإعداد بتاعة البروفايل بتاعك أو الإعدادات اللي أنت بتفضلها. هنا هتلاقي اليونت، الإنش والمليمتر والسنتي والمتر، وهنا هتلاقي درافتنج بروفايل، يعني الإعدادات بتاعة إن أنت ترسم 2D، إن أنت ترسم 3D، إن أنت ترسم 3D بس بيم، يعني يبقى فيه انفورميشن. ميكانيكال بروفايل، تقدر ترسم ديزاين بارتس او اسامبلز. ده واتس نيو، ايه الحاجات الجديده، وهنا التوتوريالز لو عايز الشرح. طبعا هتلاقي شرح واقف ان شاء الله على بيم اريبيا. طيب انا هقول له دلوقتي البروفايل واقول له انا عايز ارسم 2D، بيقول لي اختار اسم البروفايل، فاقول له مثلا خليها اوكي، فبيقول لي عايز تبدا نيو دروينج ولا اوبن ولا من تمبليت. خلينا نقول له نيو دروينج. هتبدأ تفتح لي، هتلاقي الواجهة قريبة من الأوتوكاد، وهتلاقي هنا مثلا فايل تحتيها الأوامر بتاعة فايل زي نيو، زي اوبن، زي كلوز، زي سيف، امبورت، اكسبورت. طيب هقول له امبورت، هتلاقي ان هو بيتعامل مع الدي اكس اف والدي دبليو جي. يعني هتقدر تكمل شغلك اللي انت بدأته في الأوتوكاد عادي بدون مشكلة خالص. طيب هتلاقي هنا هوم تحتيها ان انت ترسم درو، هتلاقي اللاين. لو انت اخترت لاين تقدر تكتب لاين من هنا او تختاره من هنا، يعني لو انت عايز تكتب متعود على الخسارات ممكن تشغل خسارات. وهتلاقي هنا الموديل واللي اوت 1 واللي اوت 2، تقدر تضيف اكتر من لي اوت. طيب هقسم اول نقطة لاين، اول نقطة، وتبدأ تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه وترسم زي ما انت عايز. هو ماشي معاك اهو، تقدر تحدد الزاوية، تقدر تحدد المسافة اللي انت عايز تمشيها وهكذا. أول ما تخلص دوس مرتين أو دوس سكيب عشان تخرج من الأمر. ممكن من لاين هنا تدوس على السهم اللي تحت دوت، هتلاقي مالتي لاين، فتقدر ترسم أكتر من خط بالشكل دوت. دوس انتر عشان تخرج من الأمر. ري بيرسم لك خط ليه نقطة بداية بس ملوش نقطة نهاية بالشكل دوت. طيب كونستراكشن لاين بيديك خط لا مش نقطة بداية ولا ليه نقطة نهاية. البول لاين زي ما احنا عارفين تقدر ترسم خط، وبعد كده تقدر ترسم ارك، وبعد كده تقدر تكتب حرف ال L عشان تبدأ ترسم لاين تاني وهكذا. دوس كيب عشان تخرج من الأمر. وكذلك هتلاقي إن ترسم ارك تديله 3 نقط مثلا، أول نقطة، تاني نقطة، وهكذا، تديله مثلا نقطة تالتة، يبدأ يرسم لك الأرك اللي أنت عايزه. ولو دوست السهم هتلاقي حاجات كتير قوي زي الستارت سنتر إنت، يعني هديله نقطة البداية، وأديله نقطة المركز بتاعتي أو اللي يكون ديت، وأديله نقطة النهاية، تبقى بالشكل دوت. تقدر سنتر تديله سنتر وتديله القطر قد إيه، يبدأ يرسم لك الدايرة بتاعتك. تقدر تقول له انا هرسم من خلال نقطتين، اول نقطة وتاني نقطة، ويبدأ يرسم لك الدايرة او 3 نقط زي ما انت متعود على الاوتوكاد. يعني لو انت سمعت الدروس ديت ورحت على الاوتوكاد هتلاقي الامر سهل، تمام. او العكس، لو انت اتعودت على الاوتوكاد وجيت هنا هتلاقي الامر سهل، زي بوينت، ديفايد، تقسم، ميجر، بوينت، ديسبلاي مود. البوينت هتبدأ تحط نقط زي ما انت شايف اهو، طبعا اكيد انت شايف، مش لسبب ان النقطه صغيره، فممكن تقول له ديسبلاي مود وتبدا تختار دي الاعداد بتاع السيتنج، تقدر تختار حجم النقطه هيبقى عامل ازاي وشكلها هيبقى عامل ازاي. تمام، هتبقى عامله مثلا بالشكل ده. طبعا من هنا تقدر تعمل الاعدادات بتاعت الليرات والخلفيه، وتعدل زي ما انت عايز، الدروينج يونت تعدل فيها زي ما انت عايز، اللينير يونت، الديناميك انبوت، كل الاعدادات اللي انت عايزها من سيتنج هتلاقيها موجوده هنا.